أبو العروسة طبعا من المسلسلات الاجتماعية اللي حققت نجاح كبير قوي قوي. الجزء الأول وجي الجزء الثاني كمان حقق نجاح أكبر من الجزء الأول. الناس كانت متشوقة ودايما كانوا بيقولوا مفيش جزء ثالث. آخر جزء طبعا اتعرض 2018 أعتقد، بتهيألي او 19 مش فاكرة بالظبط. الناس متشوقة ليه جدا لانه كان برضو ده بيجسد الاسرة المصرية الطبقة المتوسطة برضو اللي بتكافح مع الدنيا وبتكافح انها تربي عيالها وتعلم عيالها يعني تعيش حياة كويسة بالصبر وبالاجتهاد يعني مختلف. وطبعا سعيدة جدا ان يبقى فيه الجزء الثالث واني اشارك فيه. فده من الحاجات اللي اسعدتني. هو خارج سباق رمضان يعني، المفروض ان الورق حاليا بيتكتب والمفروض ان الدخول للعمل ممكن يبقى خلال يعني شهر كتير ان شاء الله.